كما عهدتم مؤسسة أصوات ميديا تقتحم جميع المجالات، وها نحن الآن نتواجد بجماعة الليل مع رئيس الجماعة السي محمد الحمر. السؤال الأول، تلقت جريدة أصوات من بعض المواطنين، منهم من هو في الخارج ومنهم من هو محلي قاطن، على أن أراضيهم أصبحت في ملكية غيرهم، وأصبحوا سماسر مافيا العقار تغتصب أراضي مواطنين ذوي الحقوق في منطقة سهول. أنت كرئيس جماعة سهول من أقدم المرشحين في هذه المنطقة، ما رأيك في ذلك؟ بالنسبة لأراضي الجمعة، رأيك في أن نحن وصلنا بعد من الآراء ديال الناس اللي هما في الخارج وكذلك من المقاطن اللي هي بسهول، أن الملكية ديالهم ولات عند غيرهم. اللي عند من؟ أراضيهم أصبحت في ملكية غيرهم، يعني ما بقاتش ولات الناس الآخرين اللي تيستافدوا منهم ماشي ديالهم. يعني وسماسرة مافيا العقار، راه حنا تنعرفوا سماسرة مافيا العقار كثار. يعني داكشي علاش هاد المواطنين ذوي الحقوق في منطقة سهول، أنت كرئيس جماعة سهول، أقدم المرشحين في هذه المنطقة، ما رأيك في ذلك؟ بالنسبة للأراضي الجموع جماعة ديال سهول، يعني احنا نعطيك مثلا ان احنا حاطين في نقطة في هذه الدورة، حطيناها في عدة دورات في هذا المشكل، يعني باش كنطالبوا المسؤولين يعني بالنسبة لأراضي الجموع اللي تم تعملها، إلا أن بعض الحالات يعني ما حضروا في الدورة اللي فاتت، أن ما حضروش معنا الناس اللي غادي يوضحوا لنا هاد الحلول وهاد المشاكل، ونكونوا حنا أن يكونوا في إطار قانوني ويكون هاد المسائل الناس تبني وفي واحد الإطار. ولكن أنا اللي كيظهر لي هو المشكل اللي كاين هو قضية ديال التنازلات، يعني غير قانونية. مثلا حنا بجماعة السول ملي تيديروا شي وثيقه ما بين هذاك اللي كيتنازل هذا، يعني حتى تصحيح الامضاء في الموضوع، حنا من عن كليين ان ننصحوا شي وثيقه ديال التنازل في الموضوع، حفاظا على هذه الحاله ديال الاراضي السلاليه، يعني من ناحيه ديال البناء، من ناحيه الجميع ان السهول، يعني باش ما يكونش فيها العشوائي نظرا خصائص ديالها ومسائل ديالها، وتحت واحد التصميم تهيئي لان بلون دوميناجمون، ان يعني اي حاجه كتكون في البناء اي حاجه تكون الا كتكون القوانين ديالها ومسائل ديالها ومسطره على جميع اللجنه مختلطه. احنا مثلا في هذه الدوره، ها هي في الدوره حطيناها باش نناقشوا، تنطلبوا المسؤولين عاوتاني من وزاره الداخليه ومن العماله باش يعطيونا توضيح كيف هذه المسائل غتحبس، كيفاش غتكون المساطير ديالها، كيف كمثلا كنمثلوا بعض المناطق اخرى كيجيو لنا شكايات من بعض الاعضاء تيقول لك علاش حنا مثلا ماشي بحال الناحيه ديال القنيطره، معناها كيخلوا الناس انهم كيوزعوا تيبنيو الى اخره. هذا هو الموضوع، ولكن حنا حقيقه كنكونوا ضد هذه الفكره ديال التنازلات، وكيجيو الناس مثلا من المدينه من اين ذا تيشري ولا يتنازل واحد على 100 متر 200 متر، علاش كيبغي هذا السيد اللي كيتنازل ليه 100 متر الا غيدخل في البناء العشوائي وي وي وي، حتى ذاك المسطره ديال الناس اللي هما مداوي الحقوق اصلا مداوي الحقوق، حتى ذاك الملف يعني كيتخسر تيولي هذا الشياع، هذا كيجي كيشري 100 متر كيولي داخل معاهم. حنا كانت واحد المدة على انه ولاو كيطالبونا بالترخيص الماء والكهرباء، الا اننا حنا هذه الجماعه يعني كنكتبوا هذه الرساله اللي كنكتبوا للسيد العام والداخليه انه يعطيونا الراي ديالهم في هذا الموضوع ديال الناس اللي كيبغيو الترخيص. وكان واحد المقرر جاء من وزاره، يعني من وزاره الداخليه بناء على المجلس، كيقول لك ان ممكن، وكانوا داك الشيء واحد الاحصاء على ان هل يمكن لكم ترخصوا بالنسبه هذه الرخصه ديال الضوء، الناس اللي هما ذوي الحقوق تيفوتوا سنين 40 سنه كذا الى فوق اللي هما ذوي الحقوق، ويكون كاين سكن، يعني يكون كان قديم من جدودهم المسائل ديالهم، كيمكن لنا نرخصوا. اما من غير هذه المسائل لعب التنازل ولعب مسائل ما يمكنش، حفاظا على ان هذه الارض تبقى تتوزع ولا تبقى لها المسائل ديالها في اطار القانون اللي جاري به ديال الجموع. ولحد الان حنا ما كنرخصوا شيء الا جيك الجهه اللي تقول لي الجهه هنا، لان كان الخطا ماشي خطا في الوقت اللي جات لوينو، يعني يديروا التغطيه في داك الشيء ديال البارك ديال الدوله، جاو وحطوا بوطويات المسائل حتى في الارض اللي هي ديال الجمهور،
في الوقت ولينا الناس كيطالبونا تيقول لك سيدي حطيتي لي البوطو في البلاد ديالي وحدا هذا المحل، الا راه خصك ترخص لي او لا تحيدوا ذاك البوط. هي فاش كنا كنكتبوا الوزاره الداخليه عده مرات حتى عطاونا الموافقه في اطار على هذوك الناس اللي حنا منهم. اذا حنا ديما مع الحفاظ على اراضي الجموع انها تتمر وتستغل مع بمشاريع، مع حنا جناب يعني الرباط يعني ما كرهناش ان تكون مشاريع وشراكات ما بين هاد الناس اللي هما ذوي الحقوق. لا ما يمكنش توزع اراضي الجموع بهالطرق كي قلت لك 100 متر و 50 متر، مع العلم ان حتى يعني التوقيعات وتصحيح الامضاء انه ولاو تيخرجوا خارج الجماعه وكيمكن لهم يوقعوا في اماكن اخرى غير السهول، لان السهول عرفوا ان ما غاديش يعني يدير لي تصحيح الامضاء لان راه كاينه المخالفه ديال هذا المساء. اذا حنا مع اراضي الجموع بغيناها تكون مسار قانونيه واللي عنده شي حاجه ياخذها وطرق ومشاريع. الناس صدق ان مشاريع ما كرهناش، كاين شي ناس اللي داروا في اراضي الجموع داروا الطرق ديالهم وسعيهم مع وزاره الداخليه وترخصوا المشاريع اللي مزيانه. احنا مشاريع اليد العامله لان اي مشروع كان، ولكن ما كرهناش ان يتحل المشكل ولكن بطرق يعني قانونيه، مع العلم ان السلطه المهنيه هي اللي عندها تتبع اكثر في هذه المسائل. شاركت في قمة إفريقيا الذي انعقد في 20 ويوليو 2013 بمراكش تحت شعار دور الجماعات الترابية الإفريقية في الانتقال إلى مدن ومجالات ترابية. ما هي أهم النتائج اللي خرجت بها؟ وحقيقة إفريقيا واخا حنا كنا مشينا شوية مؤخرين في هذا الموضوع، خرجنا على حساس أن اللي كيهم بالنسبة كل كيهضر ولا كيتكلم على جماعته كيفاش الحاله اللي كتعيش، فهمتي؟ يعني مثلا من جملتهم هذه المسائل ديال اراضي الجموع، يعني استفدنا كيفاش الطرق، كيفاش خصهم تيستافدوا الناس، كيفاش الطرق، كيفاش المشاريع واللي نجحات عندهم هذه المشاريع. كان عندنا حالات بالنسبه للجماعه ديالنا، حنا جماعه السول عندنا ما يقرب معنا 400 كيلومتر مربع، ملي كتذكر معهم ان الجماعه فيها 400 كلها فلاحيه، وحتى النسبه للبناء اللي فيها العشوائي ما كنقبلوا شيء. يعني كنا هنا استفدنا كيفاش كيكونوا الطرق، يعني كيفاش بنادم الانسان اللي تنقولوا يعني ولد قبيله سهول وعنده ار ولادو تيكبروا تيتزوجوا، المشكل اللي كاين هو انه باش يزيد واحد المحل ولده باش يتزوج ولا هذا، يعني كيكون هذا المنع اللي كاين ما كتحملوش جماعات السهول. يعني انتجنا على الطريقه كيفاش خصهم كيفاش نجح هذه القضيه ديال يعني البناء ماشي عشوائي، ولكن بحال لواحد المذكره كانت دارت لها الوزاره اللي باقا ما تفعلاتش، ان السيد كيمكن له يبني واحد جوج بيوت ولا هذا فين يتوسع، وسبات في هجره من جامعه السهول الى مدينه ساله، لان ما يمكنش الانسان يبقى عايش مع بواه في بيت واحد وفي مسائل يحاول يهاجر. واستفدنا يعني كيفاش بعض الطرق كيفاش كيكونوا هي اللي كتهم، وهي فاش جينا حطينا احنا الجماعه حطينا في نقطه بدوره واستدعينا الناس المسؤولين في الموضوع الوكاله الحضريه ان يحلوا لنا هاد المشاكل تاعنا كبحال هاد الدول ديال افريقيا. وكان استفاده زعما يعني الحمد لله ولينا كنتعاونوا بها، وكان ما يعني هي اللي غتكون ناجحه ان شاء الله. فيما يخص الحوار الاجتماعي وتقريب المؤسسه من المواطن، اشنو هي المجهودات اللي اعتمدتوا عليها انتم كجماعه لتطبيق هذا المبدا؟ يعني باش نقربوا اذا يعني نعطيك مثلا، كان عندنا مشاكل في السوق الخميس مثلا، الانسان كيشري واحد البهيمه من السوق بقره او صور، كان عنده مشكل انه باش يوقع معاه واحد الوثيقه باش يضبطها ان ماشي مسروقه ولا مشاه، يعني كان خصو حتى يمشي للمركز ولا دابا الحال يعني حطينا في ذاك السوق الخميس ان حطينا مثلا مصلحه تما اللي كان عندنا مجهود اللي مع جماعه السولي بعيده، كان عندنا مشكل ديال النقل اللي بدينا كنحلوا فيه مشاكل انه ولا مما النقل يعني الحضري تيستعان معنا كالطوبيس اللي قرب واحد 30% 40%. حقيقه حنا باقي ناقصين من النقل المزدوج، يعني هو اللي يعني اللي عندنا فيه دابا المشكل من بعض النواحي. اما بالنسبه تقريب الاداره وكنفكروا
كنفكروا حاطين يعني في الطلبات ديالنا اننا نزيدوا من الحاقه يعني اللي كتبعد هنا على العرجات بواحد 40 كيلومتر ان نديروا ملحقه تما كينيه يعني في اطار يعني العقود زياد بعض المسائل اللي تقريب للمسائل داروا مستوصفات لانهم دابا جوج ديال المستوصفات اللي ولات ديال الولاده ومسائل يعني راه قريبين ينتهيوا الاشغال ديالهم سيدي عزوز اللي كتقرب المسائل. اذا احنا الحمد لله والله ينصر سيدنا على انه هو يعني في هذه المده هذه واحد الاسبوع الاسبوعين يعني كانت واحد البادره من الولايه والداخليه وجميع الفاعلين على ان تخصات الطرق وملاعب ويعني يعني الكليراج يعني البيبليك يعني لواحد الموسم مثلا من العرجات للنيميرو 20 غادي يتغطى غيدار واحد يعني واحد المبلغ هذا الشيء واحد الاسبوع اللي تحط الجامعات هو ما يقرب عن 4.5 ملايير ديال السنتيم اللي توزعات على مثلا سوق الخميس يعني تحطت ليه واحد مليون باش يتصلح ويتقاد من ديك المشاكل اللي ورثناها لان كان على سوق الاربعه ولا دابا سوق الخميس اللي ولا زعما فيه كثر فيه الزوار والزيارات والانشغال. يعني الحمد لله زعما احنا غاديين وتنتفاجئوا بعض المسائل بالنسبه لجماعه السوق ولكن ديما احنا تنطلبوا المزيد من المسائل من الناس يعني بالنسبه للاداره. يوم الثلاثاء 16 اكتوبر 2018 تم اجتماع بمقر جماعه سهول وتم تفعيل عقد شراكه بين مجلس الجماعه والتنميه الجمعويه والتعاونيات والجمعيات المتواجده بالتراب مع الوفد الفرنسي بمساهمه الغرفه الفلاحيه ومؤسسات اخرى. وذلك من اجل خلق فرص شغل ودعم وبناء مركز تسويق وبيع منتوجات فلاحيه بمنطقة سهول وتشجيع الفلاحين الصغار نظرا لأن منطقة سهول منطقة طبيعية لتشجيع على استقطاب السياح للمنطقة. بعد تساؤلنا لبعض المواطنين لم يتم أي شيء من هذا القبيل، ما هو جوابكم على هذا؟ هل الاجتماع والمسائل حقيقة كان في جماعة سهول يعني وحنا اللي من الجهه حنا اللي طلبنا به وكاينه مراسله لراس الجهه على ان هذه المسائل اللي كانت على صعيد الروماني وكذا انها حتكون حتى بملايين. كنعرفوا حنايا جامعتنا السول ان بانت بواحد الحاله اللي فيها الشيء اللي تنقولوا ما هو بارشيد البيو والتطوير وبعض المسائل اللي كاينه عندنا وناجحه بعض الاشخاص ديالنا اللي هذه الرساله يعني حقيقه التحقوا بنا الفرنسيين في الاطار مع الفلاحه ومع بعض المسؤولين ورحبنا بالفكره ودرنا زيارات في الميدان يعني فيها السياحه والفلاحه وهذه المسائل اللي خصها تكون صالحه للسول لان انا كنقول لك السول ارض فلاحيه والمساحه ديالها ناقصه من هذه المسائل. وكان تبادل الافكار ودرنا اجتماعات في الموضوع وكانت جماعه السول هي اللي خصها تكون حتى هي من السباقين وتكون على الطريقه ديالها باش ما يكونش واحد التشتت واحد المسائل يعني واخا كاينين تعاونيات يكون داك الشيء بيتنسق مع الجماعه. وكان يعني بقات المسائل على ان هاد الناس هاد الفرنسيين حتى هما غيستدعيونا وغادي نزورهم يعني المكان ديالهم وناخذوا افكار وتجارب باش نجيو للجماعه باش نحاولوا نبنيو على ديك الافكار وديك المسائل. لحد الان يعني هذوك الناس مازال تنسناهم ومازال تنباشرهم انه وقتاش باش يستدعيونا هنا باش يمشي واحد النوع من الجماعه اللي غادي يمشي ويدير هذيك الزياره. لحد الان مازال كاين واحد التواصل هاتفيا مع هذوك الناس ولا ديك السيده المسؤوله اللي جات من الفلاحه في هذا الموضوع. يعني مازال لحد الان ما كاينش هذه الزياره. فنحن يعني كيمكن لنا الجماعه السول في هذا الموضوع ولا البيو ولا المسائل الا ما كانش هنا يمكن لنا غادي نشوفوا جهات اخرى وشي بعد كان واحد الاتصال على ان غادي نشوفوا اللي غيدير واحد التكوين الناس اللي باغيين يمشيوا في هذه المهنه ونحاولوا نخرجوا بواحد النتيجه في هذا مع مراسله كتبناها للسيد وزير الفلاحه لان خصو حتى هو يعني يدير واحد الالتفاته لهاد الجماعات السهول
اللي هي ما بعيداش على الرباط بواحد 12 كيلومتر، وهي فلاحيه اصلا فلاحيه، لان بنادم يعني في البلان داميناجمون ما يمكن له يبني، ما يمكن له يدير مصنع، ما يمكن له هادشي من البلان داميناجمون محرم. الجامع السول هادشي علاش ما كتصيفش يعني فين تفرم. هي اصلا يعني في الطابع ديالها وفي التيتر ديالها والاوراق ديالها تسمى بارض فلاحيه لا صالحه للبناء الا الناس تكون 5 هكتار 5 هكتارات ولا دعيت، كيمكن البنادم ولا يبني فيها، كيمكن له يدير. اما من هادشي يعني مسدود عليها من هذا الباب، وحنا كنقولها في المجلس ومن جميع المسؤولين، لان هذا البلان داميناجمون التصنيفيه فيه منافع كثيره، ولكن فيه بعض الحالات اللي جامعه السول ان ما تلقاش. سؤال سعاده الرئيس، هل مستوصف ديال سيدي الزوز في مقر الجامعه؟ نعم مستوصف سيدي الزوز مش في مقر الجامعه، داخل في مقر الجامعه. مستوصف سيدي عزوز هو اللي قلت لك دابا حنا تنحاولوا نطالبوا به انه هو يكون مركز اداره، يكون ملحقه، يكون لانه جا وسط يعني جماعه السول، يعني بواحد النقطه التقنيه كتلقاه هو مع سيدي عزوز انه فيه سوق قديم، يعني واحد السوق اللي هو اسبوعي قديم، فيه الحمد لله الان مدارس يعني اعداديه، مدارس جماعاتيه، في جميع ديال المسائل، ومقربين على انه هو غادي يكون واحد المركز ديال 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 الدراك. يعني هذا هو اللي جعل سيدي عزوز انه يقدر يدار فيه هذا المستوصف. هذا هو اللي يعني باش يكون، لان دابا حنا جماعه السول حنا في واحد العزله، كاينه عزله في جماعه السول في الوقت اللي كان عندنا عندها واحد القنطره، يعني اللي كتقطع من تدوز على السلة الجديده وتتمشي لغبال المعزيز، الا ان هذيك القنطره تحرمنا منها في نطاق انها الدار تما فاش جات الواد الحار والسدود انها ما بقاتش قنطره، كانت تعوضات بواحد الناقله مائيه تتقطع الطوموبيلات، يعني غير موقتا عاود انها هي حتى هي تلاشات مشات عاود عوضناها بوحده جديده لحد الان بقى اتفاقيه ما وفاوش بها الناس ديالنا ديال الجيز دوك ليكي ديالها فين كتوقف لنا كيطلع الماء وكيهبط وكيمكن ليها مرة تخدم كيمكن ليها ما تخدمش. هاي يعني ولا دابا انه هو السهلي كانت يعني كيقطع على تيمشي للسوق 12 كيلومتر، دابا السهلي كيولي يدور على 52 54 كيلومتر باش يدور المكان ديالو. اذا حنا ولينا كنحسبوا السول اننا في عزله، اذا هذيك العزله ولينا كنرتعيو ان باش تكون سيدي عزوز ملحقه واي هذا، الى ان من الناحيه ديال الهجره يعني باش كدور وتجي لسيدي عزوز كتلقاه هو اقرب نقطه على اللي غادي يمشيو مثلا من سلا او لا كذا في الموضوع. لهذا كان سيدي عزوز عنده واحد كاين مثلا سوق عين الخشبه السبت اللي توا فيه سوق، فهمتي، ولكن هذاك جا ما بينه وبين الحدود ديال غبال، يعني محادين مع غبال. كاين سوق الخميس اللي هو ولا زعما معروف وطنيا ولا يعني كيقرب من شويه من سلا، كاين يعني لي طاكسي، كاين مسائل، ما كاينش شي حاجه اللي هي بعيده على سلا. مع الجماعه الحمد لله كتوفر على سيارات النقل المدرسي اللي جا هو دابا اللي هو كان مهم، دابا النقل المدرسي اللي ولا دابا يعني فك المشاكل في السهول بالنسبه للاولاد يقراوا ويلتحقوا المدرسه، يعني اصبح يعني صالح في المسائل. الخطاب الملكي الثاني نص على تحفيظ الجماعات المحليه ذوي الحقوق، كيف تتعامل جماعتكم في مد يد المساعده للمواطنين من اجل تحفيظ اراضيهم؟ على قول الله كبار تحفيظ جماعات السهول، لان حقيقه قلت لك جماعات السهول عندها واحد الحاله كانت قديمه، لان كيبقى مشكل ديال الشياع، منين كتلقى اراضي محفظه ولكن المشكل الاكثر ديالها هو ان الشياع، يعني كتلقى بعض الملفات هنا اللي عندنا محطوطين ان كاين التيتر اللي فيه 100 ديال 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 الورثه، كيصعب عليهم ان باش يقسموه يمشيو للمحكمه يديروا دواء ديال فرز نصيبي كل واحد منهم، كيصعب وما كيتنفذش
وكيبقى دائما بنادم هو اللي قلت لك انا المشكل ديالو ديال انه ما كيمكن له يبني ما كيمكن له يدير شحال التحفيظ لنا باش كيكون ديبارتي بدا بالريكيزيسيون المسائل كانت الدوله بدا دارت واحد البادره اللي كانت مزيانه هو التحفيظ الجماعي وتكلفات وتعاوننا حنا تحنا مع المسائل ولكن نجحات واحد 30 ولا 20% ما عاودش تمات هذه العمليه ديال لان السهلي عنده 4 قطار ولا عنده نص قطار باش كيبغي يحفظوا لحد الان ماشي من الجامعه انت ما كتمك يعني المساله كيبقى لذاك المواطن كيصعب عليه يعني باش يحفظ في الناحيه ديال الواجبات هذه كاع الا كانت ارضه تنقولوا حنا بيضاء وبغي يتترها باش يتترها خصو مصاريف اما هذاك التحفيظ الجماعي اللي داز واحد الوقت دروب كاين اللي يعني تقدم ودار هذاك الملف ديالو وحفظ ولكن الاغلبيه داكشي اللي تحفظوا ماشي تحفيظ كان تحفيظ لان بقاو مطالب يعني ولات رجوع تعرضات ومسائل بدوك المطالب ريكيزيسيون بعض الناس بعض الحالات اللي ما نجحش لان راه كاين الملف اللي تيكون ريكيزيسيون تيدوز عندنا حنا هنا بالجامعه وكيتعلق وكيكون اشهار ديالو عاد كيمكن له يتحفظ يعني تدير عمليه حسابيه كتلقى عمليه ماشي ما نجحتش حتى بواحد 10% ولا شي 100 ديال الناس علاش؟ لان المشاكل اللي تعرضوا لها في المحافظه يعني اي واحد اي ميل تيمشي يدير فيه التعرض كيبقى خصو حتى تيمشي للمحكمه يتحال على المحكمه والمحكمه عاد كتبت فيه عاد كتشوف واش عنده حق طعن ذاك الطلب عاد كيرجع عاد كينفذ لان ديما كتلقاه راه المطالب هي اللي كان والناس اللي ما وصلهمش هذه المسائل كتجي شويه صعيبه ما كرهناش مثلا تبلغوا المسائل لان جامعه مازال ان دار شي عمليه ديال التحفيظ الجماعي كيف داز تعاود على الاقل اما دابا السالي عنده نص كتار باش يحفظوا تيصعب عليه الحاب عمليه حسابيه باش يخلص الواجبات باش يجيب جيومتر باش يجيب مهندس اللي قاد ليه البلين ديالو والمسائل اللي يريدوا المحافظه على الاقل تخصو واحد 5000 ولا 6000 السالي ما عندوش كيشوف حتى هي خصو عنده شي بقره ولا حتى تيستنزل خصو تيبيع ديك البقره باش يدير هاد الواجبات اذا تيبقى هكاك عاود كيجي ولاد وانا قلت لك كاين السور كاين اللي فيه 100 تيتري او فيه 100 ديال الناس ها هو بغى يبني فيه ما يمكنلوش يقسمو على الاقل يقسم داك العقار ديالو تيتري ويخرج تيتر التوا ديالو في اسمو ما يمكنلوش خاصو هنا حنا كيتفادوا علينا الناس هنا في اغلبيه اللي كتبان هي الناس كتبيع يعني سريع الشياء كيحاول يبيع كيشري من واحد يطلع يجي من سلع او لا موظف تيبغي فين يخرج منه كيمكن له يشري منه هذيك الطريف ديال الارض باش هو كيولي اما يهبط للمدينه ولا يقلب على دويره ويحاول يخوي السهول هنا كيتقدموا عندنا بشواهد اداريه من هذا الاجل ومازال حنا كانت عندنا صعوبه حتى الوكاله الحضريه في الماده 61 انك تمنع على رئيس الجماعه انه هو يعطي الشهاده كيف ما كان الحال ديالها ولكن تنقوموا باجتهادات ومع استثناءات مع السيد الولي وكنحاولوا نخرجوا بواحد النتيجه باش نسهلوا على الناس اما باش يبغي يحفظ اما باش يبغي يجيب اجتهاد. دور المبادرات التنميه البشريه كان تيفرض نفسه بالالحاح في هذه المنطقه. هل المواطنين يستفيدون من هذه المبادره؟ مبادرة يعني في إطار الهشاشة ولا في إطار يعني حنا دابا السول يعني راه مبادرة في الهشاشة مبادرة ديال التنمية البشرية كان تيفرض نفسه بالإلحاح في هذه المنطقة زعما واش المواطنين مستفيدوا من هذه المبادرة التنمية؟ أها كاينين الحمد لله تيستافدوا الناس ديال جماعة السول استفدت حتى هي بواسطة الجمعيات ديالها بواسطة الحالات اللي عندها يعني راه كنستافدوا ولكن يعني مؤخرا راه ولات لجنه محليه اللي تقدر تقرب للمواطن اللي باغي يستافد واللي كيف ما كان الحال كان مثلا كيبغي كاين اللي كيبغي يستافد كيشوف المسطرات يشوف المسائل اللي خصو يوجد كذا ولكن دابا مؤخرا راه في القرن الجديد راه ولا يعني رئيس دائره مثلا جماعه حتى هو عضو فيها ان يتصاوبوا ملفات ويتقادوا محليا باش الانسان يعرف كيفاش هذه المبادره ويعرف كيفاش يسيرها وكذا اما الحمد لله يعني بالنسبه للسول راها جمعيات كاينين اللي
اللي راهم خدامين واستافدوا واستافدوا حتى المواطنين وما نمرين بسهم كل شيء. كلمة أخيرة لسعادة الرئيس. دوري كنشكركم زعما على هذه البادرة الطيبة، وكنقول زعما أننا يعني كما جيتونا مثلا يعني باش تعرفوا الحقيقة وتعرفوا المسائل، كنطلبوا منكم حتى أنتوما كما دابا حنا واخا عطينا الجواب وعطينا فيه مباشرة بينا على أن بعض الشكايات غير مشكلة، أن بعض الحالات اللي تتبان لكم أنتوما أنا خصها أنكم حتى أنتوما تبلغوا وتساعدونا وتعاونونا في هذا الميدان. يعني كنبغي الحاله اللي المسائل اللي تدير ان تزيدوا تجتهدوا فيها اكثر، ونطلبوا منكم ان كاين بعض الحالات اللي يمكن لينا حنا نبلغوهم لكم يعني لحد الان مع ضيق الوقت، مع كاين بعض الاسئله كنود اننا كن يعني نطرح هذه الاسئله ونجاوبوا فيها اكثر، ولكن حنا دابا في هذه البدايه تنشكركم وتنشكروا ان يكون المزيد من هذه التحقيقات وهذه المسائل، لان حقيقه حنا ما عرفتكمش من غادي تبلغوها، ولكن يعني تتبقى المسائل راه عندكم، وتنشكركم بزاف على هذه المسائل. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.